مدارس أهلية متعددة أغلقت من قبل أمانة العاصمة بغداد بمبرر عدم دفع الأجور الرسمية المفروضة على هذه المدارس، إلا أن القائمين عليها أكدوا بتصريح لقناة التغيير عكس هذا الأمر، فالأجور المفروضة عليهم قد سددت وبشكل كامل، لكن قد يكون عدم التنسيق وفقدان المركزية بين الوزارة وأمانة العاصمة بغداد تسببت بإغلاق هذه المدارس. المدرسة مجازة رسميا من قبل وزارة التربية، وقد دفعت كافة ما تتحمله المدرسة من تكاليف ومن أجور لإجازة، كل ما مطالبين به رسميا تم دفعه، لكن فوجئنا بوضع هذه الكتلة الكونكريتية أمام الباب، والسبب أنه تطالب أمانة بغداد بجزء احنا دفعناه لي وزارة التربية، ولكن أمانة بغداد غير متفاهمة عليه مع الوزارة. على الرغم مما أكدت عليه رئاسة الوزراء بأن المدارس الأهلية لا تغلق إلا بعد أمر أو موافقة من وزارة التربية، غير أن ما حدث قد تنافى مع تلك التعليمات، فأمانة العاصمة وبحسب ما صرح به أصحاب الشأن قد أغلقت هذه المدارس من دون موافقة الوزارة. رغم انه عندنا كتاب من رئاسة الوزراء بعدم غلق المدارس الاهليه الا بعد استحصال موافقه وزاره التربيه، كون احنا خاضعين وزاره التربيه، الا انه ما معترفين بهذا الكتاب، قايل لهم احنا ما نعترف بهذا الكتاب، رسم المهنه بدنا ندفع احنا بالضريبه وبدنا ندفع ايضا بالتربيه، فما يجوز يتكرر اكثر من جهه. احنا عندنا كتاب من الوزاره تقول انه ندفع المدرسه تدفع اجور للاجور فتح المدرسه الى الوزاره، واحنا المدرسه بشكل او باخر هي مرتبطة ارتباط كامل بوزارة التربية ومرجعها الأساسي وزارة التربية. بعيدا عن ما حدث، لو أخذنا الأمر بمنظار آخر، فلا يجب أن تعامل المدارس في العاصمة بغداد هذه المعاملة، كونها بيوت للعلم ومحطات لتلقي المعرفة. إجراءات وصفت بالتعسفية التي لا تمت للقانون بأي صلة، حواجز كونكريتية وضعت أمام بعض المدارس الأهلية من قبل أمانة العاصمة بغداد لتعيق بشكل وبآخر الطلبة من ممارسة نشاطاتهم المدرسية. من قلب العاصمة بغداد، محمد فراس، التغيير.